على درجات فرسان نهائي اللي قدمتها لجنتنا العزيزة لجنة التحكيم من 30 لأمسية اليوم، وحصلت بتول آل علي على أعلى درجة من لجنة 28 من 30. تستاهل شابت، تستاهل. وحصل علي صالح، حصل صالح الهقيش الصخري على نسب على درجة 26 من 30، يستاهل. علي سالم الهاملي حصل على 20 من 30. أما شاعرنا فواز الزناتي العنزي حصل على 27 من 30. وشاعرنا متعب النصار الشراري حصل على 21 من 30. وأخيرا نجم بن جزاع الأسلمي حصل على درجة 27 من 30. بالتوفيق شعرانا إن شاء الله، بالتوفيق. وطبعا أجهزة التصويت مفتوحة من مباشرة بعد الأمسية. نعم.